يخبروني ما كان ذنبي أنني أحببت شخصا لم يراعي مودتي. هنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش نتوالى على تقديم هنا افتقر. اهلا بكم هنا اول ما علمنا البشريه. اهلا بكم مشاهدينا الى الحصاد. اول من طرح نبداه كالمعتاد بابرز واهم العناوين اللغه العالميه والانسانيه لشارع المتحدث. بعد يوم من اختطاف 11 شخصا من عشيرة الجنبيين في ديغالا، جريمة جديدة باختطاف صفحة أيضا في ديغالا. المجلس الأعلى لم يصدر ردا حتى الآن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما وصفه بالتعامل الفظ من قبل الحكيم ولغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتل الكردية الأربع. مبعوث ترامب للتحالف الدولي: التحالف الدولي يخطط لليوم التالي بالموصل ويركز على دعم الشرطة وجهود الإعمار. مذكرات إلقاء قبض ضد محافظ الأنبار ومجلسها وأخرى في البصرة التي يقبع رئيس مجلسها في الحجز والمحافظ بيد النزاهة. سعدون الدليمي يخرج من المحكمة بعد ساعات من توقيفه لأسباب مجهولة، وحاكم الزاملي يتهم كتلا سياسية بالتستر على متورطين بسقوط الموصل. وفي هذا الحصاد محافظ صلاح الدين يفتح النار على مشاريع التمويل الحكومية، ونهر الخاصة في كركوك يتحول إلى مكب نفايات. مساء الخير. أفرجت محكمة تحقيق الكرخ عن وزير الدفاع الأسبق النائب سعدون الدليمي بكفالة بعد مثوله أمامها بتهمة اعتقال صحفي بدون مذكرة قضائية عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع. وقال المصدر أيضا إنه تم إطلاق سراح النائب بالبرلمان سعدون الدليمي بكفالة بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ على خلفية اعتقال صحفي بدون مذكرة توقيف قضائية عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، غير أن أنباء أخرى أفادت في وقت سابق أن مذكرة إلقاء القبض استندت إلى تهم تتعلق بشبهات فساد عندما كان يتولى وزارة الدفاع وهدر مال عام بنحو 280 مليون دولار. وفي الأنبار قدم 14 عضوا بمجلس محافظة الأنبار طلبا إلى رئاسة المجلس يتضمن إقالة المحافظ صهيب الراوي في ثالث طلب من نوعه خلال عام واحد بتهم سوء الإدارة وهدر المال العام. وقال عضو مجلس المحافظة حميد أحمد الهاشم قال إن تقديم الطلب جاء بعد صدور حكم ضد الراوي من قبل محكمة النزاهة، مشيرا إلى أنه قانونيا يجب أن لا يكون صهيب الراوي محافظا للأنبار وهو محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف. وطالب الهاشم رئاسة المجلس بإقالة المحافظ صهيب الراوي دون استجواب وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لمن يجد في نفسه الكفاءة. الجدير بالذكر أن طلب الإقالة هو الثالث من نوعه بعد طلبين لم يكتمل إزاءهما النصاب، وبعد صدور ثلاث مذكرات اعتقال ضد المحافظ وبعد أيام قليلة من صدور مذكرات اعتقال ضد 28 عضوا بالمجلس. هذا وانتقد أعضاء في مجلس الأنبار صدور مذكرات اعتقال ضد 28 عضوا، مشيرين إلى أن القضاء تم تضليله إزاء المعلومات المتعلقة لصرف الأموال. وقال أعضاء بالمجلس عقب جلسة اعتيادية إن التهم ملفقة وتستند إلى دوافع سياسية. مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية العليا الموجودة في محافظة الأنبار، حقيقة كان تصرف غير لائق من قيادة الشرطة بدخول هذه المدينة. نعم اليوم القضاء هو أعلى سلطة موجودة تنفذ من قبل الجميع على مستوى وزير ورئيس وزراء ومجلس، وإنما كان هناك حقيقة تضليل لهيئة النزاهة بوجود عدم وجود صلاحية لأعضاء مجلس المحافظة بإصدار هذا القرار بخصوص توزيع الأموال الطوارئ. الأزمة القضائية والأزمة السياسية التي تعصف بمجلس محافظة الأنبار هذه الأيام من جراء الإجراء القانوني
أو التهمة الموجهة لمس محافظة الأنبار حقيقة كما بينا سابقا بأنه هذه التهمة حقيقة قضائيا هي تتعلق بصلاحية المجلس بتخصيص مبالغ مالية على شكل أو لدعم بعض القطاعات ومنها دعم الملف الأمني. أحاول الوصول إلى أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار للتعليق على آخر المستجدات التي حصلت هناك، وكنا قد ذكرنا بأن أعضاء مجلس الأنبار انتقدوا صدور مذكرات اعتقال ضد 28 عضوا هناك، مشيرين كما استمعنا قبل قليل إلى أن القضاء قد تم تضليله إزاء المعلومات المتعلقة بصرف الأموال. وأعضاء بالمجلس أيضا قالوا عقب جلسة اعتيادية أن التهم ملفقة. وينضم معنا الآن السيد حميد الهاشم عضو محافظة الأنبار. سيد حبيب أهلا بك، قلتم بأن التهم التي وجهت ضدكم هي ملفقة ولا تستند إلى أي شيء ملموس وحقيقي، وضح لنا أكثر رغم بأن الأعضاء المتهمين بالفساد يعني وصل عددهم إلى 28 وهم مطلوبون للقضاء، وضح لنا أكثر لو سمحت الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة يعني محكمة نزاهة الأنبار أصدرت إلقاء قبض بحق 28 عضو مجلس محافظة من ضمنهم محافظ الأنبار الحالي صهيب الراوي عندما كان عضو مجلس محافظة الأنبار. يعني هذه قضية حقيقة تم تضليل العدالة وتم تضليل محكمة النزاهة بمعلومات خاطئة وغير صحيحة بأنه مجلس محافظة الأنبار ليس له الحق القانوني والدستوري بأن يوزع المبالغ أو يعني مبلغ الموازنة موازنة الطوارئ التي خصصت لمجلس محافظة الأنبار، وحقيقة هذه معلومات غير صحيحة. موازنة الطوارئ هي غير الموازنة العامة لمحافظة الأنبار. هذا المبلغ طلب بطلب إلى رئيس الوزراء بموازنة الطوارئ لمجلس محافظة الأنبار وتم تخصيصها إلى أهلنا النازحين في ذلك الوقت في عام 2004 في بداية دخول داعش إلى مناطق محافظة الأنبار، فتم توزيع هذا المبلغ وفق الأصول والصيغة القانونية الصحيحة، وتم تسديد المبلغ من قبل أعضاء مجلس محافظة الأنبار بإشرافهم على آلية توزيع من خلال اللجان التي شكلت من موظفي مجلس محافظة الأنبار، وسددت هذه المبالغ بإشراف الرقابة المالية وفق الوصولات والآليات التي استخدمت في حينها في عام 2014. ولكن حقيقة بعد دخول داعش مدينة الرمادي وتفجير مبنى مجلس محافظة الأنبار، حقيقة هذه الأوليات التي قدمتها اللجان إلى رئاسة مجلس محافظة الأنبار وإلى إدارة مجلس محافظة الأنبار تم ضياعها داخل المبنى الذي هدم. وحقيقة يعني كل الأمور هي حسب القانون، ولكن تم تضليل العدالة بمعلومات غير صحيحة. سيد حميد، ولكن بالمقابل أعضاء مجلس محافظة الأنبار مع القانون ونحترم القانون ونحترم ما يقره السادة القضاة. وبعد أن التقينا بالسادة القضاة وتم يعني توصيل المعلومات الصحيحة لهم بأنه يحق لمجلس محافظة الأنبار أن يوزع المبالغ لأنها موازنة طوارئ وليس موازنة تشغيلية.
سيد حميد، أنت تتحدث عن تضليل العدالة، ولكن بالمقابل يعني هناك جهة غالبية إذا أردت ترى أنكم أنتم من تخدعون وتضللون الجمهور في الأنبار، أنكم أنتم متهمون بأنكم تستهدفون المحافظ سياسيا، يوم تكونون معه ويوم تكونون عليه، وأمام كل هذه مذكرات التي صدرت بحقكم ربما هي الثالثة، لماذا لا تقدمون الاستقالة بعد كل هذا الإحراج في أداء مجلس محافظة الأنبار؟ يعني حقيقة يعني هذه المعلومات التي تصل على مجلس محافظة الأنبار هي معلومات غير صحيحة. مجلس محافظة الأنبار بشهادة رئيس الوزراء وبشهادة يعني الحكومة الإفاقية هو قدم وتواجد مع أهله ومع ناسه ولم يخرج خارج ساحة القتال، وخصوصا القتال الذي استمر في قضاء الرمادي لمدة عام ونصف. ومجلس أعضاء مجلس محافظة الأنبار هم متواجدون داخل محافظة الأنبار وفي مبنى يعني مجلس محافظة الأنبار، وساعدوا كثيرا في عمليات نقل النازحين من مناطق الرمادي وغيرها، المناطق التي احتلت من قبل داعش، وتم إيواءهم في الأماكن التي خصصت لهم، وتابعوا النازحين وتابعوا يعني جميع يعني عمليات إغاثة أهلنا النازحين في جميع مناطق محافظة الأنبار وخارج محافظة الأنبار. النازحين الذين تركوا ديارهم وانتقلوا إلى كردستان وإلى غيرها، فأعضاء مجلس محافظة الأنبار هم متواجدون، هم قدموا ما قدموا لأبناء محافظة الأنبار، وأهلنا المهجرين يشهدون بما قدمه أعضاء مجلس محافظة الأنبار. نحن تضررنا كثيرا مما فعله داعش، لكن حقيقة يعني محافظ الأنبار أتناه منذ العام الماضي، ولكن حقيقة بعد توجهه إلى محكمة القضاء الإداري وتم رد قرار مجلس محافظة الأنبار، نحن ثابتين. نعم لم نتغير. لكن بخصوص الأموال التي وصلت إلى النازحين، يقال بأن أول مليون وصل لمساعدة النازحين، إن كنت تسمعنا، قد وزعتموه فيما بينكم، هل هذا صحيح؟ وضح لنا الصورة أكثر بهذا الخصوص. محافظة الأنبار نعم حقيقة خصصت مبالغ كبيرة من قبل الحكومة العراقية إلى محافظة الأنبار، وتصرف هذه المئات المليارات على الورق، ولم نرى منها أي شيء على أرض الواقع في محافظة الأنبار. فحقيقة نحن أمناء كمجلس محافظة، أمناء على أموال هذه المحافظة التي تقدم من الحكومة العراقية، ويجب علينا أن نراقب عمل المحافظ وأداء المحافظ، وهذا حقنا الدستوري وحقنا القانوني، يجب أن نراقبه. عندما نرى خللا وعندما نرى هدرا في المال العام يجب أن نقوم بإجراءات. فحقيقة يعني محافظ الأنبار الحالي هو ساهم بهدر المال العام، والدليل أنه المحكمة النزاهة التي أصدرت عليه حكما قبل تقريبا أسبوعين، حكما بالحبس لمدة سنة، وهذا نتيجة الإثبات والأدلة التي والقرائن التي اطلعت عليها محكمة النزاهة. واليوم صدر أيضا قرار آخر من محكمة التمييز العراقي بتشديد العقوبة، لأنها اعتبرت هذه عقوبة على المحافظ، عقوبة بسيطة وعقوبة سهلة لا تتساوى حجمها مع حجم هدر المال العام الذي قام به محافظ الأنبار. فحقيقة اليوم صدر، فعلينا نحن كمجلس محافظة الأنبار علينا أن نقيم محافظ الأنبار اليوم وبدون استجواب، لأنه قرار محكمة التنفيذ، قرار محكمة النزاهة هو يعتبر بمثابة استجوابه بالدلائل. نعم سيد حميد، والتواقع من قبل محافظ الأنبار. سنتابع عموما هذه الأزمة السياسية والقضائية الخاصة بمجلس محافظة الأنبار في النشرات اللاحقة. السيد حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبار، شكرا جزيلا من واجبنا كمجلس محافظة الأنبار. السيد حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبار، سنتابع هذه الأزمة السياسية والقضائية فيما يخص مجلس محافظة الأنبار في النشرات اللاحقة، شكرا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. بعد
بعد يوم من اختطاف 11 شخصا من عشيرة الجنبيين في بابل، جريمة جديدة باختطاف 7 في ديالى. المجلس الأعلى لم يصدر ردا حتى الآن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما وصفه بالتعامل الفظ من قبل الحكيم وللغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتل الكردية الأربعة. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تكرار تجربة العراق في سوريا، تعليقا على اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة محظورة وسعي للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وقال لافروف في مؤتمر صحفي من تاشكند إن الضربة الأمريكية لقاعدة الإشعارات في سوريا عمل عدواني لا يستند إلى أساس حقيقي ويهدف إلى تقويض العملية السياسية وإطاحة الرئيس الأسد، وهو عمل عدواني بذريعة وهمية تماما. وهذا الوضع يذكرنا بعام 2003 عندما تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا مع بعض حلفائهما في العراق. وطالب الوزير الروسي بالكشف عن حقيقة كيفية اتخاذ القرار بشأن قصف القاعدة الجوية السورية، مؤكدا أن موسكو ستبذل جهدها في هذا الاتجاه. إلى ذلك، قال مبعوث ترامب للتحالف الدولي بريت ماكورك إن التحالف الدولي يخطط لليوم التالي بالموصل ويركز على دعم الشرطة وجهود الإعمار. وأضاف أن الوحدات التي دربها التحالف وتزيد على 100,000 عنصر أمن عراقي لم يخسر أي معركة وتمكنت من تحرير 4 ملايين شخص كانت تحت احتلال داعش. اليوم ما يسمى بدولة الخلافة تتقلص، والوحدات التي دربناها لم تخسر معركة واحدة. فكروا في هذا للحظة، نحن دربنا أكثر من 100,000 من أعضاء قوات الأمن العراقية، وهؤلاء هزموا داعش في كل اشتباك. هذه الوحدات هي فخر العراق الآن. في الأسبوع الماضي عندما قامت قوات مكافحة الإرهاب العراقية بطرد بالإعلان عن 3,000 منصب أو وظيفة، تم تلقي أكثر من 100,000 عرض. السيد العناني قتل نتيجة لاشتباك على الحدود السورية، وهذا تقريبا مصير كل قادة داعش. بشكل عام القوات العراقية بالدعم من التحالف استطاعت تحرير أكثر من 65,000 من الأراضي، كيلومتر مربع من الأراضي في العراق وسوريا، وحررنا أكثر من 4 ملايين نسمة كانوا يعيشون في تحت حكم داعش في 2014. نبدأ بفتح صفحات النقاش في هذا الحصاد والحديث عن مرحلة ما بعد داعش وتداعياته. ينضم إلينا السيد عباس البياتي، القيادي في ائتلاف دولة القانون. مساء الخير سيد عباس، نبارك لكم ولأنفسنا تحرير الموصل. سأبدأ من حديث رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الذي كان واضح، تحدث بنبرة جديدة، لم يكن في مؤتمر صحفي مع صحفيين كما اعتدنا يعني عليه، ولكن النقطة الأهم أنه تحدث عن من يريد سرقة النصر. برأيك سيد عباس العبادي عن من يتحدث وكيف ولماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ومبروك علينا وعليكم النصر. وهنا في البداية أود أن أتقدم لكم وللشرقية بالذات كل الشكر والثناء والتقدير على تغطيتكم اللافتة لتحرير الموصل وللأفراح هذا الانتصار. وهذا ليس رأيي، وإنما هناك أكثر من اتصل بي وقالوا حقيقة كانت الشرقية انفردت ربما في بعض الأمور في تغطية هذا النصر، فأتقدم لكم بالشكر على ذلك وأشدد على أيديكم وبارك الله فيكم، وهذا نصر لنا ولكم وللوطن جميعا. فيما يتعلق بهذا الأمر سيدتي الكريمة وسيد الكريم، النصر فرشة واسعة، ومن حق كل جهة وشخص وربما قوة أن تجد في هذه الفرشة لها مساحة وتقول أنني ساهمت في هذا النصر وفي ولادة هذا النصر. هذا شيء أولي. الشيء الثاني، السيد العبادي لم يحتكر النصر لنفسه،
بل تركت جميع أن يقولوا وكذلك أن ينسبوا إلى أنفسهم أدوار ربما قاموا بها وهم مشكورين عليها، وربما ساهموا بها، وربما ساعدوا، وهذا كذلك أمر آخر. أما يبقى بأنه أن يحصر الأمر بجهة دون أخرى فقط، هذا هو الخلل. وإلا أنت وزميلك وأنا وكل واحد من عندنا من حقنا أن نقول نحن ساهمنا بالنصر 2%، نصف بالمئة، ربع بالمئة، هذا من حقنا. الكلمة التي تتفضلون بها هنا والمساحة التي تخصصونها وكل هذه الأمور، أنتم شركاء في هذا النصر كما أن الآخر شريك بالنصر. فإذا هناك شركاء كثيرون ولا نستطيع أن نحجب هذه الشراكة أو نمنعها. وكذلك السيد العبادي ترك المجال واسعا للجميع في أن ينسبوا إلى أنفسهم بشكل وآخر مثل هذا النصر، وهو لم يزهد فيه، ولكن لم يرد أن يقول إنني القائد العام للقوات المسلحة وأنا استطعت أن أجمع كل هذه الأمور وأحقق هذه النتيجة. وإلا لو ترجعين سيدتي إلى الوراء قليلا لتنظري كيف قاد هذه المعركة قائد العام للقوات المسلحة، هناك وزراء قدمهم مرتين في داخل مجلس النواب للتعديل الوزاري وجوبها بمواقف معينة، هناك اعتصامات وتظاهرات شديدة حصلت واستطاع أن يستوعب ذلك، هناك مجلس النواب تعطل 3 أشهر وانقسب وكان هناك تهديد بإقالة الرئاسات وما شابه ذلك واستطاع أن يتعامل مع هذا الأمر كذلك. هناك كان نقص مادي حاد جدا ونتيجة انخفاض أسعار النفط، كذلك استطاع أن يدبر من هنا وهناك ويذهب لهذه الدولة ولتلك في هذا الصدد. هناك تناقض أمريكي إيراني استطاع أن يجمعهما في خندق واحد. هناك من البداية من حاول أن يفرق بين الحشدي وبين رئيس الوزراء أو بين الحشدي والقوات الأمنية استطاع أن يوفق بينهما. من ترجع إلى هذه المقدمات ترى أن السيد رئيس الوزراء أنجز إنجاز تاريخي كبير وعظيم للعراق بمساعدة كل القوى، قوى وطنية داخل برلمان، خارج برلمان، كتل، جهات، قوات، كلها ساهمت. المرجعية الدينية التي لها قصب السبق وفي هذا الصدد ساهم بشكل فاعل وكبير. فبالتالي أن يدعي أو أن ينسب كل طرف النصر له، هذا ليس بممنوع ولا محذور، بل هو المقبول. والنصر لنا جميعا ولكل من ساهم وشارك، ولكن الخشية، كل الخشية بأنه يتم طرف يصفر الطرف الآخر، طرف يقول إن هذا الطرف لم يكن بهذا الصدد أو لم يكن بهذا الشكل. إذن لنا كل نسب ولكل سهم في هذا النجاح وفي هذا الانتصار الكبير. هنا السؤال انطلاقا مما تذكر سيد عباس، بداية شكرا لإطرائك على شرقية نيوز وهذا واجب، لكن إقليميا ودوليا ومحليا في العراق الجميع يرى بأن النصر العسكري يجب أن يقترن بنصر سياسي. والسؤال بسيط رغم أن العنوان ربما قد يكون عريضا، ما هي قواعد، أبسط قواعد هذا النصر السياسي الذي يجب أن يتحقق بعد النصر العسكري الذي تحقق في الموصل؟ نعم، هذا كلامك دقيق وصحيح، وهو ما يعبر عنه بالاحتفاظ بالنصر. يقولون إن النصر يمكن تحقيقه، ولكن الاحتفاظ بالنصر وزخم النصر هو المهم. كيف تترجم هذا النصر إلى واقع، وكيف تستثمر هذا النصر، وكيف تجعل زخم هذا النصر كأمواج البحر يحاول قدر الإمكان أن يغير ما على الساحل من نمطية تفكير سياسي وذهنية سياسية. نعم، قواتنا بكل صنوفها سواء كانت تابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية أو الحشد الشعبي أو البيشمركة أو العشائر، هذه القوات وعوائل شهدائنا وجرحى وكل الذين ساهموا في هذا لهم كل الشكر والتقدير، أنجزوا ما عليهم، أنجزوا الواجب الذي عليهم، وبقي الواجب الآخر. كما قال الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه عندما رجع جماعة من غزوة، قال أنجزتم، أو بهذا المضمون، الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر، أي أنكم انتصرتم في الجهاد العدو الشاخص المعروف وهو
داعش الإرهابي الظلامي الذي قتل وسبى وأزهق الأرواح، والعالم كله كان معكم وإلى جانبكم، والآن بقي كيف تستثمرون هذا النصر سياسيا. استثمار هذا النصر سياسيا أو النصر السياسي يكون أولا اعتماد الخطاب الوطني، الخطاب الوطني الجامع، الخطاب الوطني الذي يجعل العراق خيمة، الخطاب الوطني الذي يجعل ويرفع من شأن الهوية الوطنية ولا يتخندق مرة أخرى بمكونات أو بطوائف أو بتعصبات أو عصبيات وما شابه ذلك. هذا أولا. إذا نريد أن نستثمر هذا النصر لابد أن نعد له وعاء، لابد أن نعد له إناء نظيفا، وهذا الإناء أولا أن نجعله في الإناء الوطني، في مجهود الوطني، وليس في إناء طائفة أو قومية أو جماعة أو حزب أو مكون أو ما شابه ذلك. هذا أولا. ثانيا، تغيير الذهنية السياسية في التعاطي مع المشاكل والأولويات والأزمات والعلاقات. هناك ذهنية سياسية كانت سائدة منذ مدة، هذه الذهنية تعودت على التقاطعات، على التعارضات، على الصفقات، على ما شابه ذلك. خارجيا تعودت على أن ضد هذا مع هذا مع هذه الدولة، دوليا أصبحت مع هذا المحور والتلك. ينبغي هذه الذهنية أن تنتهي، تكون هناك أولويات وطنية، أولويات وطنية قائمة على نظرة مصلحة العراق هو الأساس فيه، أولويات وطنية داخليا قائمة على التجميع وليس التفريق. هذا أولا. أولويات وطنية قائمة على أن مصلحة العراق هو الذي يجعلني أتقرب من هذه الدولة وأبتعد من ذاك، وليس القضايا المسبقة. الأولويات الوطنية جعلني قوة كبيرة مثل أمريكا تساعدني أقول لها شكرا، إيران تساعدني أقول لها شكرا، تتقرب مني دول جوار عربية أقول لها أهلا وسهلا. فبالتالي لابد أن تكون القضية ذات أولويات وطنية واضحة وصريحة، قاعدتها وبوصلتها المصلحة الوطنية العليا، وليست أجندتي وأجندتك ومصلحتي ومصلحتك. هذا أمر ثاني مهم. ثالثا، المشهد السياسي. هذا المشهد السياسي، ثغرات هذا المشهد السياسي، خلاف هذا المشهد السياسي، نزاعات هذه المشهد السياسي، منفذ إحدى المنافذ لدخول داعش. طيب، ينبغي لقادة البلد أن يجلسوا ويسدوا هذه الثغرة من خلال وفاق توافق وطني كبير عريض، ويعملوا على تغيير الوجوه وتغيير نمط التعامل والتعاطي مع القضايا والمشاكل والعلاقات الداخلية والخارجية. فالنصر السياسي بحاجة إلى نصر العسكري، بحاجة إلى وعاء سياسي نظيف، وعاء سياسي يختلف عن السابق. واعتقد ان تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية الانتخابات وتقديم وجوه جديدة قادرة على التواصل والتعاطي مع الآخر ينبغي ان تكون من اولويات احزابنا وحركاتنا. نعم، إذا النصر السياسي لا يطلب من الآخرين وانما من صناع القرار العراقي كما تفضلت به. ولكن سيد عباس، هناك نقطة لابد ان نتحدث عنها. كيف يمكن عدم استغلال النصر العسكري سياسيا واستثمار هذا النصر العسكري لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق؟ جيد، هذا فيها اتجاهان. اتجاه أن نستثمر هذا النصر السياسي في تحقيق الاستقرار الأمني والاستقرار العسكري، وكذلك أن نمنع أن يحتكر هذا النصر من أجل تسجيل نقطة على جماعة من قبل جماعة ضد جماعة أخرى. هذا الشيء وهذا الشيء. أنا أشاكك الرأي، لابد من استثمار هذا النصر في دعم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة أولا، وثانيا في عموم العراق. وهذا يحتاج إلى اتفاقيات أمن قومي مع دول جوار، ويحتاج إلى تفاهمات لمنع التسلل الإرهابي مرة أخرى. نحتاج إلى أن نذهب إلى تلك المحافظات المحررة حتى لا تشكل مرة أخرى، تتشكل فيها بعض الحواضن، لنرى مثلا ما هي أولوياتها، أولوياتها الإدارية ماذا، أولوياتها الاقتصادية ماذا، سرعة عودة النازحين، مسألة العاطلين عن العمل، سرعة تأهيل البنى التحتية، سرعة إعادة الخدمات، وبالتالي الإسراع في وضع خطة للإعمار في هذه المدن شيء مهم وأساسي. طبعا إلى جانب ذلك، كذلك أن لا ننسى محافظات الوسط والجنوب عندما
عندما دفعت بعجلاتها وآلاتها وخدماتها ضمن المجهود الحربي، كذلك تعطلت لديها وتعثرت لديها الخدمات. كذلك ألا ننسى تلك المحافظات التي كانت لها دور في دعم هذا المجهود الحربي. فإذا مسألة أنه الاستقرار والاستتباب الأمن يحتاج إلى تهدئة في الخطاب، عدم العودة إلى الخطاب المتشنج، الخطاب الذي يؤدي إلى الابتعاد، إلى الإقصاء، الخطاب الذي ينظر إلى الآخر بشكل ويجعل الآخر كله في سلة واحدة. داعش كان عدو الجميع، داعش كان استهدف الجميع، ولا ينتمي إلى أي طائفة، ولا ينتمي إلى أي حزب، ولا ينتمي إلى أي منطقة، فالجميع براء منه، وينبغي أن يبقى بهذه الزاوية، ولا يسمح لأحد أن يأتي مرة أخرى ويحاول أن يستخدم نفس المنطق ونفس العبارات ويهدد بالإرهاب أو يحاول أن يستخدم العنف والتطرف في سبيل فرض أجندات وما شابه ذلك. إذن الاستقرار السياسي والاستتباب بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى تحقيق في وضع تلك المناطق ومعالجة جذور المشاكل فيها إن كانت مشاكل محلية. عملية سياسية بحاجة إلى تصحيح مسارات وتوسيع مسارات. هذه التوسيع وتصحيح المسارات، نحن في التحالف طرحنا ورقة تسوية وطنية، والسيد رئيس الوزراء تبنى المصالحة المجتمعية كمقدمة للتسوية الوطنية، ولازلنا نرى بأنها مقدمات هذه التسوية متوفرة، ولا بد أن نشرع بها ولو بخطوات قليلة أو قصيرة إلى أن تقتنع كل الأطراف في الانخراط فيها. سيد عباس، لكن إدارة الدولة بهذه الطريقة في ظل وجود هذه الكتل المتضاربة والمتشنجة في بعض المواقف، كيف يمكن لها أن تحقق الأمن وأيضا أن تعيد الاستقرار إلى البلد بشكل عام وبالتالي إعادة الإعمار؟ والله أستاذ الكريم، إذا لم نأخذ جميعا درس مما حصل فإذا معناه نحن ذاهبون في اتجاهات مخيفة وكارثية. الذي حصل ينبغي أن نتوقف عنده مليا وطويلا ووقفة جادة نجلد فيه الذات، مش بالضرورة في الإعلام، ولكن ما حصل هو أعطى درس للجميع، أعطى درس لمن كان يراهن على العنف والتطرف و وأعطى درس لمن الآخر اللي ماسك فرض بالعملية أو الأطراف الأخرى الذين في العملية السياسية من كل الأطراف السياسية. فبالتالي إذا ما كما يقول الإمام علي عليه السلام، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إذا كل هذا الذي مر على العراق من سبي نساء وقتل ودمار وتهجير وكل هذا الوضع المادي المزري وكل هذا الأمور، إذا الكتل السياسية والقيادات لم تجلس وتأخذ درس وعبرة منه وبالتالي تفرش أمام الخارطة وتتفق على الأولويات وتؤجل الأمور التي بحاجة إلى التأجيل وتخوض في القضايا الاستراتيجية التي ممكن الاتفاق عليها، فنحن أعتقد سنكون في وضع صعب. من هنا فإن أول استحقاقات النصر، فإن أول واجبات النصر أن الجميع يقفوا على خط شروع واحد، ومن هذا الخط الشروع يقولوا لنقلب صفحة ونفتح صفحة جديدة. هذه الصفحة عنوان التعاون، توافق، تفاهم، وهذا العنوان هذه الصفحة عنوانها أن نعمل معا من أجل هذا البلد. وكفى بتخندقات وكفى استهدافات وكفى وكفى وكفى. أعتقد بأن الأبطال الذين قدموا دماءهم وصانوا العملية السياسية فرضوا على الجميع ضريبة في أن لا يفرطوا مرة أخرى وأن لا يدفعوا بأبنائنا مرة أخرى إلى حروب صغيرة بالوكالة بغير وكالة وبتخطيط من خارج وبتخطيط أو من داخل. المهم كيف لا نكرر ما حصل، لا نكرره، ليس فقط أن نكدس سلاحا وقوة، هذا مطلوب، لا نكرره. كيف نحدد طريق وخارطة الطريق ونمضي فيه وإنجازه، ونعتقد جميعا أن هذا خارطة الطريق هو من صالح هذا الوطن وهذا المواطن بكل صنوفه بكل الطوائف بكل انتماءاته. السيد عباس البياتي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز.
بعد يوم من اختطاف 11 شخصا من عشيرة الجنبيين في بابل جريمة جديدة باختطاف 7 في ديالى. المجلس الأعلى لم يصدر ردا حتى الآن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما وصفه بالتعامل الفظ من قبل الحكيم وللغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتل الكردية الأربع. مبعوث ترامب للتحالف الدولي: التحالف الدولي يخطط لليوم التالي بالموصل ويركز على دعم الشرطة وجهود الأعمار. في الأنبار سقط 16 شخصا بين شهيد وجريح بتفجيرين انتحاريين استهدفا نقطة تفتيش في محافظة الأنبار. وقال مصدر أمني إن انتحاريين من داعش يرتديان حزامين ناسفين بزي الشرطة هاجما صباح اليوم مدخل مقر للحشد العشائري في مدينة الكرمة شرق الرمادي، أسفر عن استشهاد 7 من الحشد العشائري وعنصرين أمنيين وإصابة 7 آخرين. وأشار أن قوة مشتركة من الجيش والحشد تمكنت من قتل أحد الانتحاريين ولكن الثاني فجر نفسه وسطهم. أما في ديالى فاختطف مسلحون مجهولون 7 أشخاص بينهم شيخ وعشيرة بعد اقتحام منازلهم شرقي مدينة بعقوبة. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون 4 عجلات رباعية الدفع اقتحموا عددا من المنازل في قرية تقع ضمن منطقتي تحماية والحامد في حوض الندى واختطفوا 7 أشخاص بينهم شيخ عشيرة الحامد وشقيقه وأربعة أشخاص من عائلة ضابط برتبة عقيد في مديرية شرطة الحدود. هذا وتشهد محافظة ديالى بين الحين والآخر عمليات قتل وخطف وتفجير تقوم بها عناصر داعش وميليشيات مسلحة، فيما تشن القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في بعض مناطق المحافظة لإلقاء القبض على متهمين ومشتبهين بتلك العمليات. انطلقت عملية بحث واسعة عن مخطوفي حادثة منطقة الحامد شرقية ديالى بعد عملية اختطاف شملت 7 بينهم شيخ عشيرة المجمع. قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تعقيبه على تقرير للجنة التحقيق بسقوط الموصل إن هناك أحزابا وكتلا وجودهم بالسلطة والبرلمان يؤثر على عمل القضاء، مستغربا الزج بالمواطن البسيط إلى السجون بجنح جنائية في حين أن المتهمين الكبار لا يتم إدانتهم. الزاملي دعا خلال مؤتمر صحفي إلى سرعة تحرير قضاء تل عفر لعدم تكرار مأساة الموصل، مشيرا إلى أن هناك أموالا ومعدات تهرب إلى القضاء من قبل قيادات أمنية أو سياسيين فاسدين. اليوم أكو أحزاب، أكو كتل، أكو شخصيات، اليوم وجودهم ووضعهم وقوتهم وتسلطهم ووجودهم بالبرلمان يؤثر حتى على القضاء، يؤثر على الحكومة. ولذلك احنا مرات نستغرب من تجي مواطن بسيط فقير لجنحة بسيطة يتم زجة بالسجن، اما من متورط بدماء. اليوم مش قد احنا خسرنا بتحرير الموصل، ايش قد خسرنا من سقطة الموصل، آلاف من المعدات، آلاف من الأعتدة والأسلحة، وخسرنا بحدود 50 مليار دولار وتحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار الموصل. سبب سقوط الموصل هو الفساد المالي والإداري لبعض القيادات الأمنية، لذلك يجب أن تعالج قضية الفساد. أنا أقول ما نريد نكرر سقوط جزء من الشرقاط لأنه كان هناك تهريب. اليوم أكو تهريب إلى مدينة تل أحفر وهذا مثبت لدينا، تدخل مواد إلى قضاة تل أحفر، تهريب مواد غذائية، وقود، أسلحة، مقاتلين، وبالمقابل كلها مقابل أموال. ولذلك الاستمرار ببقاء تل أحفر عدم تحريرها سنعيد ونخسر الدماء التي خسرناها في تحرير مدينة الموصل. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. نحاول إذن الاتصال بالسيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية لاستطلاع رأيه بهذا الخصوص، وإلى حين جهوزية هذا الاتصال نتابع هذا الحصاد.
إذا رفضت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ما وصفته بالتعامل الفظ من قبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ولغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتل الكردية الأربع دون تنسيق أو تعاون مع كتلة الحزب الديمقراطي البرلمانية. وقالت الكتلة في بيان إن الحكيم عبر مرة أخرى وبلهجة شديدة عن معاداته ومناهضته لمسألة الاستفتاء وقرار شعب كردستان بشأن الاستقلال، وإنه استخدم لغة التهديد والوعيد خلال اجتماعه مع كتل الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. وأضافت أن هذه التصريحات لا تليق بالمقام التاريخي السياسي لشخصيات أسرة وعائلة رئيس التحالف الوطني. وأكدت الكتلة أن الاستقلال وممارسة عملية الاستفتاء حق من حقوق الشعب الكردي، أنها بحثت هذا الموضوع بكل وضوح مع الحكيم قبل أكثر من شهر، فيما شددت على أن مثل هذه اللغة الخشنة لا تخدم السلام، وخاصة في عراق يرزح تحت طائلة تراكمات من الأزمات والمشاكل. قال مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البرزاني إن هناك طريقين لحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، إما أن تستخدم حكومة المركز العنف ضد الكرد ويرد عليها بالمثل، أو التوصل إلى حل بطريقة سلمية. ونقلت وسائل إعلام كردية عن البرزاني قوله إن استقرار الأكراد عن العراق لن يهدد أحدا، بل سيكون عامل استقرار للمنطقة، وإن التوقيت لإجراء الاستفتاء مناسب جدا على الرغم من وجود جهات تعتبره غير مناسب انسجاما مع مصالحها. وأضاف أنه إذا كان البعض لا يريد المشاركة في الخطوة التي تمهد للاستقلال فهو حر بذلك، فيما أشار إلى أن الوقت بين الاستفتاء وتنفيذه متوقف على المباحثات مع بغداد، فإذا تجاوبت الحكومة المركزية فإن الوقت سيكون قصيرا، وإن لم تستجب فإن حكومة كردستان ستعود لقرار شعبها. وللتعقيب مشاهدينا ينضم إلينا السيد فادي الشمري. مساء الخير سيد فادي. إذن سنستوضح منك الموقف. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما وصفه بالتعامل الفظ من قبل الحكيم ولغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتل الكردية الأربع. تعليقك على ما ذكر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لجميع المشاهدين. يعني واضح انه البيانات والتصريحات التي خرجت مؤخرا من الاخوة الحزب الديمقراطي هي بيانات متشنجة منفعلة تحاول ان تخرج من المأزق التي هي فيه في الداخل الاقليم في داخل اقليم كردستان. هناك يعني بدأت المؤشرات تصل الى بغداد والى القوى السياسية في بغداد انه ليس بالضرورة ان الشعب الكردي الان يعيش حاله من التخوف، يعيش حاله من يعني الاختراق، هو متخوف من هذه الخطوات، ويعيش ازمه انسانيه، يعيش عدم وجود رواتب، سوء تخديرات في من قبل حكومه الاقليم. يحاولون الاخوه في الحزب الديمقراطي من الخروج من هذا المأزق من تصدير الازمات الداخليه للخارج. السيد الحكيم لم يعني يتحدث خارج إطار المألوف في لقائه مع القوى الكردستانية، وكل اللقاءات سواء كانت الخاصة أو اللقاءات العامة وحتى الحديث الذي جرى في المناسبات ويؤكد على الأخوة الكردية العربية، ويؤكد على أن كردستان جزء لا يتجزء من العراق، ويهمنا التواصل ويهمنا الوصول إلى تفاهمات مشتركة. دائما ما يؤكد السيد الحكيم على ان هناك خيارات كثيره ممكن ان نتفاهم عليها والعراق يسعنا جميعا. الذهاب باتجاه الخيارات المنفرده والاجتهادات المنفرده بهذا الشكل امام يعني رفض اقليمي واضح ورفض دولي ايضا واضح، ولعله زياره السيد برزاني الاخيره الى اوروبا بدا واضحا
يعني حجم الرفض الذي تلقاه من خلال طليعة من التقاهم في داخل يعني في الدول الأوروبية، لم يكتفي حتى بالسفراء. على أي حال، إذن سيد فادي، أن هناك مجالا كبيرا للتفاهم بالجلوس. هناك خطوة كبيرة قامت فيها الحكومة بإرسال وفد وزاري رفيع المستوى من الوزارات الاستراتيجية، ومن المفترض أنها جلست يوم أمس مع حكومة الإقليم. هذه كلها إشارات على السيد برزاني وعلى حكومة الإقليم أن تتلقاها برحابة صدر وأن تنفتح عليها. نحن نمد اليد مرة ثانية إلى أخواننا وشركائنا وأصدقائنا التاريخيين في سبيل الوصول إلى تفاهمات حقيقة. لن نناقش سيد فادي، لن نناقش، اسمح لنا، لن نناقش كل البيان، نناقش يعني تحديدا ما اعتبره الإقليم يعني إلى حلول عميقة وتبقى. لن نناقش كل البيان سيد فادي، نناقش ما اعتبره الإقليم من قبل السيد الحكيم بأنه استعمل لغة فظة تجاههم، متعلقة أيضا بموضوع الاستفتاء وموضوع استقلال الإقليم بشكل عام. كيف يمكن أن تمد الأيدي والإقليم يتفهم وجهة نظر الحكيم على أنها لا زالت تصر وترفض مواقف البرزاني؟ يعني عندما نقول نحن نرفض الاستفتاء، هذه ليست لغة صدر، هذا تعبير عبري وتأكيد لرأينا في أننا نريد أن نتعايش معا ونريد أن نحفظ وحدة العراق. وطبعا حتى هذا الرأي هو ليس مبنى على اجتهاد فردي، هذا مبثوث في داخل مع القوى السياسية العربية سواء كانت شيعية سنية، هذا الرأي مبثوث مع القوى الدولية، مبثوث مع القوى الإقليمية، وبالنتيجة هذا رأي يعبر عن هواجس الجميع في أن الاستفتاء خطوة غير موفقة ولن ترى النور يعني بشكل سهل، ويعني بالنتيجة ستجلب الويلات على الشعب الكردي الذي عانى ما عانى من سياسات صدام السابقة، وبالنتيجة أيضا من السياسات الخاطئة التي انتهجتها حكومة الإقليم في السنوات السابقة. وطبعا نحن لا يعني في هذا الكلام أيضا لا نقول أن كل ما فعلته بغداد كان صحيحا. نعم هناك أخطاء من بغداد وهناك أخطاء من أربيل. كان المفترض الوصول أو الجلوس على طاولة الحوار بإرادات حقيقية للحل. لم نلمس بشكل جدي من كل الوفود التي جاءت إلى بغداد، خصوصا في عهد السيد العباسي الذي كان مرنا منفتحا يريد الوصول إلى حلول عميقة. لم نلمس الإرادة الحقيقية من تلك الوفود التي جاءت إلى بغداد من أجل الحل. فعندما نعبر باسم كتلة المواطن، لا يعني بأننا نعبر بفضاضة ما، نحن نعبر عن رأي واضح وصريح بأننا نرفض هذه الخطوة، نرفض خطوة الاستفتاء. وهذا أيضا ليس فقط موقف عربي، أصبح هذا بالنتيجة هناك قوة. سيد فادي، سنتابع هذا الموضوع معكم لاحقا فور ورود أي شيء جديد يعني يخص المواقف المتعلقة والخاصة بكم أو من قبل الطرف الكردي. المتحدث باسم كتلة المواطن السيد فادي الشمري، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. بعد يوم من اختطاف 11 شخصا من عشيرة الجنبيين في بابل، جريمة جديدة باختطاف 7 في ديالى. مبعوث ترامب للتحالف الدولي، التحالف الدولي يخطط لليوم التالي بالموصل ويركز على دعم الشرطة وجهود الإعمار. قال السفير العراقي لدى إيران راجح صابر الموسوي إن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان غير ممكن، وإن القبول به يعني خرقا للدستور، وإذا ولدت حكومة كردية فإنها ستولد ميتة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الموسوي قوله إن على الأكراد أن يكونوا أكثر حكمة ولا يتبعوا الطرق الملتوية، بل أن يتجهوا نحو الحوار مع بغداد لحل الخلافات الداخلية. وأضاف أن المجتمع الدولي يرفض الاستفتاء الكردي، وأن ما حصل عليه الأكراد من حريات وحقوق
لم تحصل عليه أي أقلية في العالم، فيما أشار إلى أن الاستفتاء قد يدفع إقليم كردستان إلى الهوية. أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كسرت رسول اليوم عن تعيينه لأرازة عبد الله كرئيس لكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان بدلا من النائب آلة طالباني لحين موعد بدء الانتخابات المقبلة. وجاء في نص القرار بحسب الوثيقة المنشورة أنه بعد قرار عزل آلة طالباني من منصب رئاسة الكتلة في مجلس النواب العراقي واجتماع وإشراف نائب الأمين العام وبحضور الأعضاء، قررنا تعيين أرازة عبد الله رئيسا لكتلة الاتحاد الوطني حتى الانتخابات المقبلة. شدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدوان سامويل على أهمية كسب ثقة المواطن في المناطق المحررة، وأضاف سامويل لشرقية نيوز أن تحقيق السلام يحتاج إلى جهود تنموية كبيرة، وبريطانيا مستعدة للمساهمة فيها عبر تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. وعلينا أن نشيد جهود رئيس أبادي. أكيد كان في شك شوي عن دور الرئيس أبادي، لكن هذا دلائل ملموسة أن رئيس أبادي هو يريد أن يمثل كل العراقيين، ولذلك علينا أن نحتل التحالف الدولي، علينا أن نحتل كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، وبعدين علينا أن نفوز ثق المواطنين والسكان من هذه المناطق التي عانوا تحت هذه الظروف القاسية. وبعد هذه الجهود ستضمن المساعدات الإنسانية. أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن معارك الموصل تركت آلاف العوائل النازحة دون مأوى بعد أن باتت بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية، ودعا دوجاريك إلى العودة الآمنة للنساء التي تحررن من داعش وإلى مساعدتهن على الاندماج في المجتمع المحلي. في العراق حذر موظفو برنامج الغذاء العالمي من أن الضرر الذي أصاب المنازل والبنى التحتية تسبب في نزوح آلاف العوائل وبقائهم دون منازل يمكنهم العودة إليها في الوقت الذي باتوا فيه بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة. كما دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في الصراعات كاميلا باتن إلى العودة الآمنة والكريمة للنساء التي تحررن من أسر داعش، كما دعت إلى مساعدتهن على التعافي من الصدمة والاندماج في المجتمعات والعودة إليها والتعاطي مع الحاجة لحماية حقوق الإنسان. وتعليقا على المستجدات الأمنية والسياسية في العراق، تنضم معنا عبر الأقمار الصناعية سيدة ميسون الدملوجي النائبة عن الوطنية. سيدة ميسون أهلا بك. السيد إياد علاوي في بيانه الأخير أشار إلى أمور مقلقة، منها مواضيع الاختطاف وأيضا موضوع الأزمة بين المركز والإقليم. ألا ترين بأن هذه الإشارات قد تفتح أبوابا جديدة يعني غير واضحة حتى هذه اللحظة، وأن المسائل كي تحل تحتاج إلى وقت؟ شكرا أخي الكريم. هذه الإشارات هي لأمور يعني موجودة على أرض الواقع وبحاجة إلى معالجات حقيقية، ويعني أن لا تطرح في الإعلام لا يعني هذا أن المشكلة ستحل. هناك اليوم نوايا صادقة بحل المشاكل، ولا سيما بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في مدينة الموصل، لكن هناك من لا يرتاحون إلى هذه الانتصارات ويريدون أن يخلقون أزمات أخرى. لهذا أنا أعتقد أن قضية الاختطافات هي جزء من الصراع داخل التحالف الشيعي، وتذهب ضحيته يعني المناطق المختلطة، التعددية في المناطق المختلطة. لها من ناحية، من ناحية أخرى نحن في الوطنية نرى أن الخطاب مع السيد مسعود البرزاني وهو رئيس إقليم كردستان على الأقل ليس هناك بديل له لحد هذه اللحظة.
يجب أن يكون أولا يبدأ من السيد رئيس مجلس الوزراء ويكون لنا خطاب موحد. نحن لا نريد سوءا بكردستان، بل بالعكس، ولكننا في الوقت ذاته حريصون على وحدة هذا الوطن، على وحدة العراق. نحن سعداء بهذه التعددية، ونعتقد أنه المجال مفتوح لحل الخلافات فيما بيننا. أما لهجة التصعيد ولهجة التخوين أحيانا للسيد البرزاني، يعني هذه اللهجة الاستفزازية ربما قد تدفعه إلى الانغماس أكثر في مشروع الاستفتاء وما بعد الاستفتاء. نعم، ذكرت أن المناطق المختلطة تدفع ثمن الصراعات داخل التحالف الوطني، ولكن بذات الوقت سيدة ميسون، ألا تري أن بيان الدكتور أياد علاوي في هذا التوقيت عن يعني عن المختطفين وعن ما ذكرت يفتح أبواب جديدة ربما نحن اليوم بغنى عنها؟ يعني أن يختطف مواطنون عراقيون من بيوتهم، هذا الأمر يفتح أبواب، لا أدري أي أبواب يفتحها. هو من اختطف هؤلاء هو من فتح الأبواب، وليس من أصدر البيان حول هذا الموضوع. يعني وهي حقيقة بدأت باختطاف 62 شخص أول مرة، استطاع السيد وزير الداخلية إعادة هؤلاء، بعدها تم اغتيال عدد يمكن 3 أو 4 أشخاص، وبعدها تم اختطاف 11 شخص. يعني هناك عمليات استفزازية مستمرة، والهدف منها أنا أعتقد هو التقليل من حجم الانتصارات، أو على الأقل توجيه الأنظار إلى أماكن أخرى. ما المقصود يعني عندما تقولين بأنه توجيه الأنظار إلى أماكن أخرى سيدة ميسون؟ والجميع اليوم يتحدث يعني عن السيد رئيس الوزراء، يتحدث اليوم عن تغيير الخطاب الطائفي، تغيير الخطاب السياسي التحريضي بعد سلسلة الانتصارات التي تحققت على الأرض. وإذا يعني إذا كنا منصفين، فالخطاب خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء والخطاب الإعلامي بشكل عام في عمليات تحرير الموصل حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الطائفية، وهذا أمر جديد يعني لم نكن نألفه فيما سبق. هناك من يريد بنا العودة إلى مربع الطائفية والاقتتال الطائفي، وأنا أعتقد أن المستهدف في هذا الأمر، المستهدف الأول، هو السيد العبادي نفسه. ما هو مشروع الكتلة الوطنية؟ لأنه يريد الابتعاد عن النهج الطائفي. نعم سيدة ميسون، ما هو مشروع الكتلة الوطنية اليوم وفي المرحلة المقبلة؟ نحن مشروع أنا كان وما زال يعني مشروع وطني عابر للطائفية، يضم كل أطياف الشعب العراقي بأديانهم، بمذاهبهم، بقومياتهم، وسيستمر هذا النهج وسنتوسع إن شاء الله. هناك تقبل لهذا المشروع الآن في المحافظات الجنوبية أكثر من أي وقت مضى، وكذلك يعني يجد بيئة خصبة في المحافظات الغربية، وإن شاء الله الانتخابات القادمة ستشهد إذا اتسمت بالنزاهة التي نطمح إليها، وفي ظل ظروف أحسن يعني للانتخابات، نتوقع أن يحصد المشروع الوطني سواء الوطنية أو الائتلافات الأخرى العابرة للطائفية، ستحصد أصواتا جيدة وسيكون لها أثر في البرلمان القادم والحكومة المقبلة. تلمحين سيدة ميسون إلى مرحلة سياسية جديدة، وقبل قليل تقولين إذا حصلت انتخابات نزيهة، كيف يفسر هذا من ذاك؟ نعم نحن يعني لدينا مرارة من انتخابات سابقة تم في تزوير عدد كبير من الأصوات فيها، ونخشى من عودة هذا النهج. نشعر أن الوضع العراقي لا يحتمل، هناك شارع ولا سيما في المحافظات الجنوبية، لأن المحافظات الغربية الآن همها يختلف، تريد العودة، أعداد النازحين وغيرها. في المحافظات الجنوبية هناك استياء كبير على العملية السياسية ورغبة بتصحيح الأوضاع، وينبغي على العملية السياسية باعتبارها ديمقراطية أن تستوعب
هذا الاستياء وأن يعني تتطور مع رغبة الناس. أما إذا وقفت العملية السياسية حجر عثرة في ضد طموح المواطنين وأكثرهم من الشباب، فهذا يعني أنا باعتقادي يدفع العملية السياسية برمتها إلى خطر كبير وربما انفجار لا سمح الله لا يحمد عقباه. بالمصالحة الوطنية مثلا سيدة ميسون، يعني دكتور إياد علاوي تحدث عن أن المرحلة السياسية اليوم تستوجب بنية سياسية جديدة، هل نستطيع حتى الآن الحديث عن تفعيل بوادر المصالحة الوطنية وتطبيق ذلك على الأرض؟ نحن اليوم بحاجة إلى مصالحة وطنية أكثر من أي وقت مضى. يعني أصبحت التدخلات الخارجية يعني المصالح الخارجية أصبحت مفضوحة ويعني لا تخفى على أحد. نحن اليوم في مرحلة جديدة نحتاج إلى لملمة بيتنا الداخلي، إلى لملمة الأوضاع، لا سيما يعني سقوط ثلث العراق بيد تنظيم إرهابي، هذه سابقة ربما لم تحدث في ربما في تاريخ العراق اللي عمره آلاف السنوات. هذه كانت نكسة ونكبة للعراق، علينا أن نتفادى الظروف التي أدت إلى هذا ونعمل كعراقيين ولمصلحة العراق ونبني علاقات مع دول الجوار التي تصب في خدمة العراق. نحن لا يعني ليس واجبنا أن نعمل لمصالح غيرنا، واجبنا كعراقيين أن نعمل لمصلحتنا الوطنية أولا. إذن وكأنك تلمحين مرة أخرى بأن الحوار والشراكة والإصلاح يجب أن يقترن بمعطيات إقليمية. لا بالتأكيد، هو لأنه الجانب الإقليمي من 2003 الصراعات كلها هي صراعات دولية كانت على أرض العراق، وكان وقودها الشعب العراقي سواء في الموصل أو في أي منطقة أخرى في العراق، سواء كانت صراعا طائفيا أو صراعا قوميا. آن الأوان لأن نقول كفى، العراق قدم من الضحايا ما يكفي ويزيد، أريقت من الدماء ما يكفي ويزيد. اليوم أعتقد أن الشعب العراقي لا يريد الاستمرار بصراعات هي في نهاية المطاف تبدد ثرواته، وفي مقدمتها الثروة الإنسانية، الثروة البشرية، وبعد ذلك ثروات النفطية والمالية، وما حصل في السنوات السابقة موازنات انفجارية لا نعرف أين ذهبت، ولحد اليوم لا نعرف أين ذهبت مئات المليارات من الدولارات. السيدة منى الدملوجي النائبة عن الوطنية، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. بعد يوم من اختطاف 11 شخصا من عشيرة الجنبيين في بابل، جريمة جديدة باختطاف 7 في ديالا. المجلس الأعلى لم يصدر ردا حتى الآن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض ما وصفه بالتعامل الفظ من قبل الحكيم وللغة التهديد التي أدلى بها خلال لقائه الكتلة الكردية الأربع. مبعوث ترامب للتحالف الدولي، التحالف الدولي يخطط لليوم التالي بالموصل ويركز على دعم الشرطة وجهود الإعمار. مذكرات إلقاء قبض ضد محافظ البصرة أو بالأحرى الأنبار ومجلسها، وأخرى في البصرة التي يقبع رئيس مجلسها في الحجز والمحافظ بيد النزاهة. سعدون الدليمي يخرج من المحكمة بعد ساعات من توقيفه لأسباب مجهولة، وحاكم الزاملي يتهم كتلا سياسية بالتستر على متورطين بسقوط الموصل. حذر برنامج الغذاء العالمي من أن النازحين إلى المخيمات بسبب المعارك التي كانت دائرة في الموصل يعانون من الجوع بسبب نفاد المواد الغذائية. وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمية في العراق سالي هايدوك
إنه مع توقف القتال في مدينة الموصل يبقى البرنامج مستعدا لتقديم الدعم اللازم للأشخاص المتوقع نزوحهم مع انطلاق المعارك المرتقبة في الحويجة بمحافظة كركوك أو تل عفر في محافظة نينوى. وأضافت أن نحو 1 مليون شخص يقطنون في مخيمات شمال العراق يعانون من الجوع، وأن البرنامج يعمل على تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، كما يوفر البرنامج الدعم الغذائي المخصص للوقاية من سوء التغذية والعلاج منها بين جميع الأطفال دون سن 5. قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالن إن هزيمة داعش في الموصل لحظة تاريخية ومهمة، داعيا الحكومة العراقية لبذل مزيد من الجهود لتمثيل الشعب بكل أطيافه. وأضاف فالن أن داعش فقد 70% من المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق بعد بقاء عدد قليل من مقاتليه غربي الموصل، وأن التحرير سمح بتحرير قرابة 2 مليون عراقي من داعش. ورأى فالن أن إعادة بناء الموصل يتطلب التزام الحكومة العراقية والسلطات بالمساواة بين المواطنين كافة، خاصة عند تقديم العون والمساعدة والاستجابة لاحتياجات النازحين والعائدين لديارهم. في هذه الأثناء أعلنت بريطانيا أنها سوف ترسل مساعدات منقذة للأرواح لأهالي الموصل لمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم ومدينتهم وحياتهم. وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل إن الوضع الإنساني في الموصل خطير للغاية، وذلك يعود إلى حد كبير لأفعال داعش. ومن بين المساعدات المخصصة للجهود الإنسانية سوف تقدم المملكة المتحدة 10 ملايين جنيه استرليني إلى الصندوق الدولي الجماعي للمساعدات الإنسانية لتوفير مساعدات منقذة للأرواح. يخوض طلبة المراحل المنتهية في مخيمات حسن شام والخازر الامتحانات المنتهية لصفوف الثالث والسادس الإعدادي بعد 7 أيام، رغم أنهم لم يتسلموا أي مناهج أو كتب لغاية الآن. أظهرت لقطات أوردها تقرير موفدنا مهند محمود معاناة الطلبة من نقص الكهرباء والماء في كارفانات تشتعل بالحرارة وصفوف تضم مدرسين بلا رواتب منذ أشهر. يبدو أنه التحدي وحسب، هذا أقل ما يمكن أن نصفه ونحن نزور مدارس مخيمات النازحين. لا كهرباء ولا ماء ولا كتب مدرسية، لكنه الامتحان أتى وجلس الجميع. اللي ناقصنا للطلبة هو الكتب، الكتب المنهجية. لحد الآن ما مسلمين من كتب للطلاب، الطلاب يشترون ملازم أو على جزاهم الله خير الأساتذة المحاضرين يقدمون لهم يعني جزء من اللي يقدرون عليه يعني. جلسنا مع طلبة الصفوف المنتهية لنتعرف على احتياجاتهم، فوجدناهم لا يملكون شيئا سوى الإصرار. الموصل تحررت ونحن عائدون، جواب طلبة وكأنهم يتحدون المستحيل في مخيمات النزوح. احنا ضالين هنا من أجل يعني ملتزمين بدراستنا، نكمل دراستنا وإن شاء الله راجعين للموصل. ومن الطلبة إلى الأساتذة والمحاضرين، لكل منهم قصة تكمن في عدم وصول رواتبهم مرورا بمعاناة التدريس وسط حرارة تفوق 50. لن يتبقى من الوقت سوى أسبوع واحد لتبدأ مرحلة امتحانات الثالث متوسط والسادس إعدادي. هنا في مخيمات الخازر وحسن شامي مشاكل عديدة تواجه الطلبة. صار لنا تقريبا 7 أشهر هنا، رواتب متى تجينا؟ ما حد يجيب لنا إياها. شوية ظروف الطلعة روحة والجاية بها معاناة، تعرفون الوضع يعني. حتى بالنسبة للمدرسين ما يسمحوا لكم تطلعون خارج المخيم؟ يسمحون لنا يعني إلا بالصعوبة شوية، صعوبة. رغم الظروف الصعبة التي نعاني منها، قمنا بأداء الواجب على أحسن ما يكون بشهادة المدرسة والأستاذ المدير والطلبة. كم محاضر أنتم بهاي المدرسة؟ 42 محاضر لحد الآن المثلية وعدونا لحد الآن. صار لكم ايش قدامون هنا بدون راتب؟ الدوام علما نغلب المحاضرين يعني على أحسن ما يكون وقدموا بدون رواتب؟ بدون رواتب أبد نهائيا. للشرقية نيوز مهند محمود من مخيم الخازر. وإلى الأوضاع الخدمية في بغداد، ارتفعت بشكل ملحوظ أسعار الأجرة في بغداد بسبب ارتفاع أسعار الوقود بحسب سائقي وسائط النقل العام. ويؤكد مواطنون التقاهم مراسلنا خطاب عادل أن الحل يكمن بتفعيل عمل باصات النقل العام بشكل أكبر على الأقل خلال أشهر الصيف، ومن خلال تزويدها بأجهزة التبريد لتجنيب الكادحين الأجور العالية لمركبات الأجرة.
10 آلاف دينار وتزيد عن ذلك هي أجرة المواصلات إلى وسط العاصمة من مناطق الكرخ والرصافة، وبذلك فأن الأجرة للتاكسي ارتفعت إلى ضعفين ما كانت عليه. ويلحظ مواطنون هذا الارتفاع خصوصا في ساعات الظهيرة الحارة وأوقات انتهاء الدوام الرسمي التي يزداد فيها الطلب على تأجير المركبات المبردة. السلام عليكم، تشوفون زيادة ملحوظة بالأجرة؟ عشرة أكيد من الحار. شلون؟ من الحار. كم هسه؟ عشرة. أي. من وين لوين؟ للعظمية. للعظمية. شفتي زيادة؟ أي أكيد طبعًا. شلون لاحظتي زيادة؟ يعني شفت أروح بسبعة بثمانية هسه بعشرة. سعر اللتر الواحد لمادة البنزين وصل إلى 450 دينار. يقول سائقو المركبات أنه سبب رئيس في ارتفاع أسعار الأجرة إضافة إلى الزحامات المرورية. وفي ظل هذا الارتفاع الملحوظ يطالب موظفون وكادحون باستئناف العمل بالحافلات الحكومية المكيفة وبأسعار الرمزية على الأقل في فصل الصيف. الزيد لازم الزيد، هاي أكيد، يعني راح تفتح تبريد والتبريد هم أذية على السيارة وهم بنزين صرف. بنزين غالي 450. والله البنزين مو بس غالي، البنزين أصلاً حتى حشاك زبالة، خاصة هذا مال التعبئة مال الدورة، كلش رقابة ماكو عليه، مال الرصافة أحسن. يعني من نديره بالسيارة دوانز مو طبيعي وحتى حماوة يطلع بالسيارة. والله إذا عندهم إمكانية الدولة حسب الإمكانية طبعاً هي توفر الباصات هاي المصلحة مالتنا القديمة. مو برا. مو؟ على مناطق. على مناطق مو شرط تخصصها للموظف. على مناطق ترجعها مثل قبل. توفر للموظف، توفر للطالب، توفر لأصحاب الدخل المحدود. ويفضل سكان المناطق البعيدة وطلبة الجامعات استخدام وسائل نقل أخرى مثل ما تعرف بالكيات وتجزئة المشوار الواحد لغرض الوصول دون تأخير. ومع ارتفاع درجات الحرارة العالية تزداد حاجة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود إلى وجود حافلات مكيفة مدعومة حكوميا تتنقل بين الأحياء. من بغداد خطاب عادل، الشرقية نيوز. لا يزال تغيب أعضاء مجلس محافظة البصرة عن الجلسات مستمرا لأسباب يقول مراقبون إنها تتعلق بتهم متبادلة بين شقي المحافظة التشريعي والتنفيذي تسارعت وتيرتها بعد توقيف صباح البازوني لغرض التحقيق، ولم تفلح جهود مراسلنا حسن صباح في الحصول على تعليق ولو من عنصر واحد بالمجلس، خاصة الأعضاء الثلاثة الذين صدرت ضدهم مذكرات استقدام جديدة إلى محكمة النزاهة. تغيب عن الدوام الرسمي لأغلب أعضاء مجلس محافظة البصرة بعد أن تم عقد جلسة واحدة وصفت بالشكلية لم يسمح للإعلاميين بمعرفة ما دار فيها. انتظرنا طويلا داخل مجلس المحافظة للحصول على رد من الأعضاء، لكن أغلبهم امتنعوا عن التصريح، والبعض الآخر متغيب عن الدوام الرسمي لأسباب مجهولة. وبحسب مصادر فإن تغيب الأعضاء هو بسبب وجود تهم تتعلق بهدر المال العام تلاحق أغلب الأعضاء الذين التزموا الصمت الإعلامي بعد استقدام ثلاثة منهم لمحكمة النزاهة. وتؤكد المصادر أن أغلب أعضاء مجلس المحافظة استلموا مبالغ مالية تقدر بمئة مليون دينار للعضو الواحد لمواجهة فيضانات الأمطار قبل ثلاثة أعوام، لكنها صرفت دون ضوابط قانونية. من محافظة البصرة حسن صباح، الشرقية نيوز. في كركوك جف أشهر أنهار كركوك والمعروف باسم نهر الخصة بشكل تام جراء غياب التمويل عن مشروع تزويده بالمياه من سيول الجبال والمرتفعات المحيطة بالمحافظة، وتحول مجرى النهر إلى مكب للنفايات بعد أن كان حتى وقت قريب سيلا جارفا ومشروعا سياحيا ينتظر أهالي المحافظة تشييد المنتجعات على ضفافه. مراسلنا أثير الأغا أعد هذا التقرير.
لطالما اقترن اسم كركوك بنهر الخاصة أو خاصاتشاي كما يسمونه السكان المحليون، والذي يعد من أهم معالم كركوك، أشعر وتغنى به الكثير، نهر بلا مياه منذ أعوام. أنا ومنذ طفولتي وعمري الآن 68 عاما لطالما انتظرت أن تجري المياه فيه ويتحول لمنتجع سياحي، ولكن جميع الحكومات المتعاقبة لم تولي أي اهتمام لهذا النهر، وكنا نتمنى أن نرى المياه تجري فيه. أتذكر أن السيول في الشتاء هي الوحيدة التي تجري وتجرف النفايات. أنا من عرفت نفسي يقولوا اليوم باكر، اليوم باكر راح يجي مي، راح نسوي مشروع جديد. انا اتذكر من كان يصير مطره قويه بكركوك يغرق البيوت، يغرق، يجيبون الجيش اكياس رمليه يخلون يعني حتى المي لا ينزل. اجوا وراحوا لحد الان بقى بحسره قلبنا، نقعد يصير قازينوات على اطراف خاصه حتى نرتاح. يعني قالوا على أساس مسوين سدة جديدة خاصة سو راح يجي بيها مي، ماكو لحد الآن. أهالي كركوك لطالما انتظروا جريان المياه بمحافظتهم، وبعد مشاريع عدة كان آخرها إنشاء سد وبحيرة، لكن الأزمة المالية حالت دون أن يتحقق حلم عقود. بعد 2003 قامت مديرية الموارد المائية باقتراح إنشاء سد خزني أعالي نهر خاصتشاي، وذلك لخزن كميات من المياه في فصل الفيضانات في مواسم الفيضانات، وذلك لإطلاق كمية من هذا المياه إلى نهر خاصتشاي لتكون نهر حيوي تستفاد منه أهالي مدينة كركوك للسياحة وكذلك لتحسين بيئة المدينة. ولكن قلة التخصيصات المالية أدت إلى عدم تنفيذ قناة رابطة من نهر من سد خاصتشاي المنفذ حاليا إلى مدينة كركوك. هذا القناة بقت دون تنفيذها. مجرى النهر تحول لمرآة للسيارات من جهة، ومصدر قلق للأهالي لما فيه من نفايات ومخلفات بناء، حتى وصل الأمر ليكون مأوى للمتسكعين من جهة أخرى. سيول خاصتشاي لطالما جرف بيوتا وأراض زراعية تحول لمكب للنفايات، فلا أمل بجريان النهر فيه. للشرقية نيوز أتيلا الأغا كركوك. قيم في العاصمة الأردنية عمان مجلس عزاء الشيخ مشايخ شمر الشيخ محسن عجيل الياور الذي توفي عن 85 عاما بعد صراع مع المرض. وأقال مشاركون في مجلس العزاء الذي أقيم في قاعة النبر إن الشيخ محسن كان من أهم رموز العراق عامة ومدينة الموصل بشكل خاص، وإنه تميز بالدفاع عن عروبة المدينة. وأضافوا أن الشيخ محسن الياور كان يعتبر أحد الأقطاب المعروفة على مستوى الوطن العربي، فيما أشاروا إلى أن الفقيد كان لديه مآثر على المستويين السياسي والاجتماعي. يذكر أن مستشار الأمن الوطني فلاح الفياض حضر مجلس العزاء في عمان ونقل إلى ذوي الشيخ الياور تعازي رئيس الوزراء العراقي برحيل الفقيد. تاريخ الموصل وقبيلة شمر من أكبر وأعرق القبائل التي كان لها دور كبير في تثبيت أسس العراق والتميز في الدفاع عن العراق. والشيخ محسن كان له دور كبير منذ ثورة الشواف وما بعدها في تثبيت عروبة الموصل وفي الدفاع عن البلد وفي القيام بواجبات كثيرة تتعلق بالعشيرة وبقية القبائل. وخسرنا حقيقة رمز ومثابة كبيرة في فقدان شيخ عشائر شمر. حضرنا هذا اليوم مجلس الفاتحة المقام على روح المرحوم الشيخ محسن عجيل ياور شيخ مشايخ قبائل شمر في العراق والوطن العربي. هذا الرمز الكبير والعنوان الكبير خسرنا بفقدانه، خسرنا خسارة كبيرة حقيقة، لأنه كان يغطي مساحة كبيرة من عشائر شمر. بلا شك أننا اليوم في عزاء المرحوم الشيخ محسن عجيل الياور بن عبد العزيز بن فرحان بن صفوق المحزم بن فارس الجربة
هذا العلم وهذه الأسرة التاريخية التي تمثل حقيقة ليس رمزية لقبيلة شمر على اعتبار أنه شيخ مشايخ قبائل شمر، بل لاعتبار أنه أحد الأقطاب العربية المهمة على مستوى وطننا العربي قاطبة. هذا الشيخ الجليل العلم الذي فقدناه كلنا حقيقة، فقده الجميع، بلا شك أن له مآثر جليلة سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي، حتى أنه كان أحد أبطال ما عرف حقيقة بثورة الشواف، رغم أن المحور والمحرك الأساسي لهذه الثورة هي هذه العائلة الكريمة الذي أبت القبول بالظلم، ظلم الطغاة. أنا أعزي قبائل شمر وأعزي القبائل العربية الأخرى في الوطن العربي. الشيخ محسن العجيل الياور يعتبر رمز من رموز العروبة التي دافعت عن العروبة. يكفيه فخرا أن موقفه ضد غزو الكويت كان علامة فارقة في الدفاع عن الحقوق. يعتبر الشيخ محسن عجيل الياور أحد الأشخاص الذين حافظوا على وحدة العراق، لم يسعى أبدا إلى محاولة تفتيت الصف وتمزيق العراق، وهذا هو الذي أجمعت عليه كل القبائل العربية. الشيخ كان رمز للعروبة كما ذكرت، وأيضا رمز للوحدة. من يعرف تاريخ الشيخ محسن الياور يقول بأن الموصل كلها تستحق التعزية بوفاته، وليس فقط قبيلة شمر. كان له مواقف جريئة جدا في فترة في ثورة الشواف وما بعدها، ولفترة طويلة وبسن مبكر كان يعتبر القائد العسكري لهذه القوة الكبيرة الموجودة، قوة شمر. رحمة الله عليه كان بمثابة الأب للجميع، كان ينهي الخلافات القبلية بين شمر والقبائل الأخرى، يحظى باحترام جميع شيوخ القبائل في العراق، ولفقده خسارة كبيرة لقبيلة شمر والقبائل العربية الأخرى. وبهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، أنا وشيرين نشكركم. شكرا لكل من تابعنا ومن أي مكان، إلى اللقاء.